قانون التدرج في التمرين. هلا راح احكي على هذا خصوصا هذا الفيديو اللي هو Gradual Progressive Overload، راح احكي عنه مطول لانه موضوع كبير. هون راح اقول لكم عنه، مهم كتير في التدرج انك تبلش مثلا شوي شوي باوزان خفيفه، ما تقارن حدا بحدا غيرك وباوزان حدا غيرك، شوي شوي انت بتطلع بصير في عندك Gradual، يعني احنا بنزيد اللود على الجسم، بنزيد الجهد على الجسم شوي شوي، سواء انت بتركض، سواء انت ترفع اوزان، سواء انت بتروح على الجيم تعمل كلاس، whatever شو اللي عمالك بتعمله، شوي شوي يزيد هذا اللود. لو بكل، مش شرط انه كل سيشن، لو خليته كل اسبوع اني احاول ازيد، اول اسبوع رفعت 2 كيلو، الاسبوع اللي بعده ارفع 3 كيلو، هذا الاسبوع كنت رافع 20 كيلو، الاسبوع اللي بعده ارفع 22 كيلو. بهاي الطريقة انت الجراجوال بروجريسيف اوفرلود رح تلاقي حالك بعد 3 شهور او 6 شهور صرت بني آدم تاني، والأوزان اللي كنت مبلش فيها صارت هاي الأوزان اللي انت عمالك بتحمي فيها.